دلوقتي خلينا نتابع مع بعض أهم الأخبار والأحداث اللي هتحصل النهاردة، وكمان المباريات اللي هتتلعب في الدوري المصري. بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، فهتنظم الأمانة العامة لجامعة الدول العربية مؤتمر كل العرب في نسخته العشرين بالتعاون مع الجمعية العالمية لأندية اللاينز تحت عنوان المناخ والبيئة وتنمية المجتمع. النهاردة هتبدأ امتحانات الترم الأول للصفين الرابع والخامس الابتدائي في محافظة القاهرة وسط إجراءات احترازية ووقائية للحفاظ على صحة وسلامة التلاميذ والطلاب والمعلمين. وأعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة تشكيل غرفة عمليات لمتابعة سير الامتحانات على مستوى الإدارات التعليمية 33. النهاردة هتستضيف سينما الهناجر بساحة الأوبرا التابعة لقطاع صندوق التنمية الثقافية نادي السينما الهندية، وده بالتعاون مع مركز مولانا أزاد الثقافي وسفارة الهند بالقاهرة، وهيتم عرض فيلم باريلي كي بارفي الساعة 6 بالليل. بالنسبة لماتشات الدوري المصري، النهاردة في مباراتين مهمين في إطار الجولة 13 من عمر المسابقة. هيلتقي غزل المحلة مع إم بي الساعة 5، والساعة 7 هيلتقي الأهلي مع المصري.